النهارده في مباراه وديه اقيمت في ملاعب دريم بمدينه 6 اكتوبر. دي الاهداف يا جماعه. دي اهداف الاهلي والشمس. الهدف الاول احرزه احمد حمودي. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. 1-1 بالنسبه للنادي الاهلي وفريق الشمس. احمد حمودي احرز الهدف الاول في الشوط الثاني بالتحديد في الدقيقه 75، وسجل الشمس سيف يوسف في الدقيقه 91، يعني مع نهايه المباراه. اكيد كانت تجربه مفيده وتجربه مميزه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في اطار استعداده للموسم الجديد. ودي ثاني تجارب النادي الاهلي بعد التجربه الاولى امام فريق فاركو، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1. طبعا خلينا عشان نعرف تفاصيل اكتر ونعرف كل تفاصيل هذه المباراه، وهنروح طبعا بسرعه لمحمد